من علامات صحة القلب أنه يحفظ وقته، أن صاحبه يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا في اللهو واللعب والغفلة، لأنه خسارة عليه يوم القيامة. هذا الوقت اللي ضيعته تخسره يوم القيامة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الوقت الذي يضيع عليك هذا خسارة عليك لا تعوض. ولهذا قال: والعصر، يعني الوقت، الوقت له قيمة. والأشقياء يطول عليهم الوقت، يقول: خلنا نقتل الوقت، خلنا نرفه أنفسنا ونقتل الوقت بدل ما إننا نقعد بدون شغل، بدون، يقتلون الوقت كأنه عدو لهم، مع أنه هو رأس مالهم إذا حفظوه، هو رأس مالهم من هذه الدنيا إذا حفظوه. وهم يقتلونه، يقتلونه بأي شيء، بالضحك والسفاهة أو بالباطل أو بالشهوات المحرمة. نعم قتلوه، صحيح أنهم قتلوه، أما أهل السعادة فإنهم أحيوه ولم يقتلوه، أحيوه. نعم.